اليوم راح نتكلم عليه على جزئية معينة، هي انشر صورك انت، عفوا انشر بوستك واجمع فلورزك. الفكرة ان احنا لما ننزل البوست نبي من هذا البوست يجينا متابعين من وراه، ما نبي ننشر بوست وبس ونقول ما في تفاعل، ما في عندنا اي 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 شيء في الانستغرام. فراح يكون نقاط النقاش الورشة اليوم باذن الله نقطتين علشان لا اطول عليكم بزيادة ويكون ممل، وافتح مجال اذا في عندكم اي سؤال. النقطة الاولى، احنا شلون نصمم البوست مالنا بالقياس المناسب؟ يعني بعدنا ما صممنا شلون نبدي، شلون راح نصمم هذا. النقطة الثانية راح تكون كيف ننشر بوستنا وشنو اللي نحتاجه حق النشر. اكيد اكو اسرار موجودة في منصة انستغرام لازم احنا نفهمها علشان تساعد هذه المنصة منشورنا وبوستنا انه ينتشر، ما ني ونحط صورة وخلاص ونبي الناس يشوفونها، نبيها تنتشر، نبيها توصل لكل الناس وهي مو مؤدية كامل الطلبات اللي هي تبي. فهذا محورين راح يكونون في المحاضرة. المحورين إن شاء الله بسيطين سهلين، ومع الصور راح أشرح لكم خطوة بخطوة وأوصل لكم الفكرة كامل. صوتي واضح؟ كل شيء واضح؟ واضح وما فيش أي مشكلة، ما شاء الله عليك. ربنا يتمم ويبارك لك يا دكتور، وحياكم الله جميع ضيوفنا. الصورة الثانية المقدمة، احنا علشان نصمم صورة، احنا اليوم نتكلم انا صاحب منتج معين، انا عندي خدمة معينة، او انا صانع محتوى، او انا معلم، انا مدرس، انا معلمة، احتاج اني اسوي بوست صورة حق درسي، حق طلابي، حق طالباتي، حق بيع منتجي. هذا البوست، هذه الصورة انا لازم اللي اصنعها، انا اللي لازم اسويها كرياتيف من عندي انا. أنا ما أروح أدور صور ناس ثانيين وأحطها وأقول هذا منتجي، هذا ما راح يكون مناسب، ما راح يكون ممتاز، ولكن لازم أنا أصمم هذه الصورة. عندنا موقع وتطبيق كانفا، يمكن كلكم سمعتوا عنه وشفتوه، هذه علامته واضحة قدامكم. موقع كانفا هو موقع إلكتروني ويب، وكذلك هو برنامج ينزل على التليفون مجاني البرنامج. في خدمات مدفوعة الثمن وخدمات مجانية داخل التطبيق، يعني تقدر تستخدم منسقات قوالب كثيرة وغيرها مجانية، وفي شيء لا في بفلوس. اللي همنا الحين التصميم في هذا التطبيق. هذا التطبيق فكرته حلوة وممتازة، فكرته أنه هو يعطيك قوالب جاهزة، يعطيك صور جاهزة، يعطيك فيديوهات جاهزة، يعطيك اللي أنت تبيه وأنت تقدر تعدل عليها. اختصر لك الوقت، عطاك أفكار، عطاك ألوان حلوة متناسقة تقدر تعدل عليها وتغيرها، تقدر تزيد وتحط وتضيف صور، تقدر تضيف وتعدل على الفيديوهات، تقدر تكتب، تقدر تسوي كل شيء، تصمم شعارك، تصمم البوست مالك، تصمم فيديو الريلز مالك، كل أنواع التصميم تلقونها في هذا التطبيق. وهذا التطبيق مثل ما قلنا الاشتراك فيه مجاني، وفي خدمات كثيرة في داخله مجانية. فإحنا علشان نحتاج التصميم لازم بالبداية يكون عندنا تطبيق كانفا، أو ندخل على موقع كانفا في الكمبيوتر اللي ما يحب إنه ينزل التطبيق هذا في تليفونه، علما أن التطبيق هو يعني حجمه صغير ويتحمل التليفون. فعرفنا إذن الوجهة الأولى للتصميم إن إحنا نروح إلى تطبيق كانفا، هذه الخطوة الأولى. كانفا لا يعني أن هناك ما يوجد تطبيقات أخرى للتصميم، لا يوجد، ولكن كانفا باللغة العربية كانفا سهل جدا، كانفا يتيح يعطينا قوالب كثيره، مميزاته تفرق عن باقي المواقع والتطبيقات، لذلك احنا نتجه على كانفا. ولذا اذا انتم شايفين اكثر مصممين او صناعه المحتوى كلهم يتكلمون يقولون انا البرامج اللي انا استخدمها حق صناعه المحتوى مالي اول برنامج تلقونه كانفا. كانفا هو يقدر يعطيك الهويه التجاريه مالتك، يقدر يصمم لك الالوان والشكل مالك مال هويتك التجارية. أنت كمعلمة اليوم، أنت الصف مثلاً المرحلة الثانية ابتدائي كمثال، أنت اللون مالكم لبس الرياضة كمثال أصفر، تقدرين تخلين كل منشوراتك بوستاتك صفر لون أخضر، تقدرين تميزين، تقدرين تسوين بوست كامل. علماً بأن حتى المعلمات اللي معانا والمعلمين أيام الأونلاين، وممكن لا زال أنهم يسوون باوربوينت ويسوون داتا شو حق المدرسة، يقدرون يستخدمون باوربوينت، يقدرون يصممون باوربوينت في كانفا. وفي نقطة مهمة وحلوة تغفل عن الكثير، كانفا الآن أطلقت خدمة جديدة أنك تجيب أي باوربوينت تحطه في كانفا يفتح لك وممكن تعدل عليه.
فهذه النقطة اختصرت أو حلت كثير من المشاكل عند المعلمين والمعلمات خصوصا بالفترة اللي فاتت مال كورونا. فهذا التطبيق يتيح لك أنك تعدل على الباوربوينت، تفتحها يفتحها لك تحمله وتقدر تعدل وتحط فيه كل شيء. فأبي أسأل سؤال وأبيكم في التعليقات، منو يستخدم كانفا أو منو عارف كانفا؟ اللي عارف كانفا يستخدمه خلي يحط لي واحد، خلوني أشوف كم واحد معاي عارف. بعد إذنك دكتور. أيوة ممتاز، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تمام تمام. أنا مش عارف كانفا على فكرة. والله مش عارف الدكتور؟ لا أنت لازم أعطيك دورة كاملة بكانفا. ما شاء الله الإجابة لحد الآن 7. ما شاء الله. لا 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 أنا عارف كانفا الحمد لله ما شاء الله. أنا أقول يا دكتور أنت أبو كانفا المفروض نسميك. لا ما شاء الله تبارك الله الحضور كلهم ما شاء الله، عندك أمير حطك الوحدات كلهم أمير أحمد ما شاء الله، أبي هذا النشاط وهذا الحماس، يعطيكم العافية كلكم عسى الله يوفقكم. تمام ممتاز، يعني أنا الحين قاعد أتكلم في الخط الصحيح في المكان المناسب وعند الناس المناسبين، هذا أهم شيء. كلكم جمهور تبون تتعلمون كانفا. الخطوة اللي بعدها صورة ثانية، أيوة. الحين إحنا لازم نعرف القياسات اللي راح نستخدمها في الانستغرام حق البوست. أنا اليوم أتكلم مخصص بس الصورة مو الفيديو، الفيديو أحاول إن شاء الله يوم ثاني مع التنسيق مع الدكتور عبد الباسط نخصص له يوم كامل محاضرة كاملة الفيديو بس، لأن هذاك موضوع شوي غير عن الصورة. فاليوم الله. كلامنا تسلم لي يا دكتور. إن شاء الله بإذن الله شرف. إن شاء الله. فإحنا اليوم كلامنا على الصورة البوست. البوست في الانستغرام 3 أنواع، 3 قياسات. القياس الأول مثل ما أنتم شايفين، إذا شايفين الماوس يتحرك قدامكم، القياس الأول 1080 في 1080 بكسل اللي هي 1 على 1 إنج، هذا هو الصورة المربعة كلنا نشوفها وأغلب الانستغرام يستخدم هذا القياس. تمام، هذا القياس هذه الصورة تعطينا القياس العام للإنستغرام من أول ما انطلق لحد الآن. بعدين لما جت التطويرات في الموقع في الإنستغرام في المنصة قام يحطون يضيفون القياسات الثانية. فإذا نختار ندخل على كانفا نختار الحجم 1080 راح يعطينا الصورة المربعة ونقدر نختار منها كل شيء. أنا حبيت أشرح لكم نظري مو عملي، ممكن يكون شوية يعني يدوقكم، ولا إذا حابين أشرح لكم عملي أشرح لكم أفتح كانفا وأشرح لكم، أنا ما عندي مشكلة. بس عشان لا تدخون بزياده وتشعب معاكم الموضوع بزياده، فصوره قدامكم اشرح لكم وورقه وقلم تكتب القياسات تكتب المعلومه عنها راح توصلك، واي سؤال اسال اخر المحاضره ان شاء الله راح تستفادوا منها وراح اعطيكم الجواب المضبوط. فقياس الاول هو 1080 1080. خلينا ننتبه نقطه مهمه، اي شخص يحاول انه ينشر بوست خلي يكون الكلام في منطقة المنتصف في هذا المكان. تمام، في هذا المكان يكون الكلام، ليش؟ علشان القياسات هذه اللي برا ممكن تطلع out أو يكون شكل الكلام يعني مو واضح سيء، خصوصا شاشة الجلاكسي المنحنية أو شاشة الآيفون فيبين الصورة شوي كبيرة يطلع الكلام عن الصورة، فيفضل أن يكون بين هذا المربع. وعلشان انتوا خلوني افتح لكم كانفا دقيقة لحظة افتح لكم كانفا افضل اوريكم شغلة بعد اذنك دكتور اسمح لنا. تفضل ما فيش مشكلة. تسلم، خليني افتح كانفا بس. ايوه تمام، خليني اعلمكم شغلة بكانفا. الحين احنا نبي نفتح البوست اللي هو 1080 1080. عندك كذا طريقه، تقدر من هذا ابتكار تصميم، شفتوا نقدر من هنا ابتكار تصميم، نقدر نختار 1080 1080، هو راح يعطيك على طول شوف منشور انستغرام عطانا اياه، هذا هو 1080 1080 بكسل. تمام، انتبهوا معايا يا اخواني خواتي الحضور، انتبهوا على نقطه مهمه. الحين شوفوا انا لما فتحت شايفين هذا المربع اللي طالع لي الصغير، النقاط هذه شايفينها، هذه النقاط اللي داخل، هذه هوامش يقول لي كانفا اكتب في هذه المنطقة فقط، هذه منطقة الأمان، هذه منطقة الأمان.
طيب شلون احنا نطلع هذا؟ شلون احنا نطلع هذا الهامش؟ نروح على ملف، نروح على ملف، نضغط على ملف، بعدها نروح على اظهار الهوامش، اظهار الهوامش، نحط عليه صح، واضحة؟ نروح على ملف، بعدها اظهار الهوامش، شوفوا اختفى، نرجع مرة ثانية اظهار. فهذا المكان هني احنا اللي نكتب فيه، وطبعا هني عطانا قوالب كثيرة نقدر نختار منها اي شيء يخص شغلنا. واضحة هذه النقطة؟ اذا واضحة اعطوني واحد، واضحة اعطوني واحد، واحد، يا بعد روحي، ايوه الممتاز، ممتاز، يعني الممتاز، ممتاز، الفكرة واضحة، حلو حلو، الله يعطيكم العافية، حلو تمام. فاذا عندنا احنا هذا القياس واحد واحد، عرفنا القياس اللي احنا نقدر نكتب فيه ونحط فيه. القياس الثاني اللي هو هذا 1080 في 566 بكسل، اللي هو يصير بالعرض، اللي يصير بالعرض. هذا القياس اللي هو اللاندسكيب ينفع حق اذا عندك مثلا باوربوينت بتحط صور في الانستغرام، هذا القياس ينفعك، الصور العريضة تكون، هذا القياس ينفعها. الافضل قياس 1080 1080، هذا رقم واحد حاليا تمام الحين. وعندنا هذا القياس الثاني. طيب عندنا القياس الثالث، هذا القياس الثالث 1080 في 1350 بكسل. كتبوا هذه الأرقام يا أخواني عشان راح تستفادون منها وتحتاجونها. 1080 في 1350 أو صوروا الشاشة، هذا مهم جدا هذه الأرقام. الحين هذا اللي عندنا، هذا شنو يعني هذا القياس؟ هذا القياس أطول شوية من هذا القياس، هذا أطول، يعني هذه 1350 الطول، العرض 1080 1080، تمام؟ هذا الفرق اللي بين هذه وهذه، حلو؟ فإذا هذا أفضل، ليش؟ إذا احنا استخدمنا هذا القياس، إذا استخدمنا هذا القياس راح يعطينا مساحة أكبر في الكتابة، راح يعطينا مساحة أكبر في الكتابة. الصورة بالجريد في صفحتك، لما تفتح صفحتك الانستغرام، أنت صفحتك انت راح تشوفها هذا القياس 1080 1080، بس لما تضغط على الصوره راح تكبر وتصير 1080 1350، فهمتوها؟ راح تصير اكبر، واذا كان اكبر راح تكون ممتازه جدا. الشيء اسمه كاروسيل او كاروسيلز. منو اللي سمع عن الكاروسيلز بالانستغرام؟ اللي عرف كاروسيلز بالانستغرام يعطيني واحد. محادثاتكم خلونا نشوف، يلا اللي سمع بكاروسيل يكتب واحد، ممتاز يا كريمان، حلو. بعد منو اللي سمع بالكاروسيل او منو استخدم الكاروسيل بالانستغرام؟ اللي ما يعرفه يكتب اثنين، خلوني اشوفكم نايمين ولا صاحين. ايوه ممتاز احمد، حاضر اعلمك عليه. بعد منو اللي ما يعرف يكتب اثنين؟ هلا عامر، الشيماء، اماني، تمام، ممتاز ممتاز ممتاز. اذا ممتاز، خلوني أركز على هذه النقطة علشان أعلمكم كلكم الكاروسيل. أبيكم اليوم تطلعون من هنا عارفين شنو الكاروسيل. الكاروسيلز هو، خلوني أنقل لكم الصورة علشان تشوفون شنو الكاروسيل. هذا هو الكاروسيل، هو مجموعة صور متتالية لها نفس التصميم وتكون ذات موضوع واحد، كل صورة مرتبطة مع اللي بعدها. كلكم يمكن شفتوا صور اسحب على اليسار تقلب، اسحب على اليسار تقلب، اسحب على اليسار تقلب، هذه مرت عليكم وشفتوها الصور هذه. هذه الصور وتكون كلها تصميم واحد، كأنك انت قاعد تمشي في مجلة، كأنك قاعد تقلب صفحة ورا صفحة، الموضوع متواصل، نفس الصور او صور لها نفس الروح وارتباط واحد. هذا ما يسمى الكاروسيل بالانستغرام. هذا الكاروسيل ركزوا سمعوه، ثبتوها بذنكم عدل. هذا الكاروسيل الان خوارزمية الانستغرام تدعمه وبقوة وتستانس عليه وتدفع صاحب الحساب للأمام وتجيب له متابعين بسبب الكاروسيل. ليش؟ شنو السبب؟ أنا أقول لكم شنو السبب. الانستغرام يسمح لك تنزل من صورة إلى 10 صور كلهم في بوست واحد، من صورة إلى 10 صور كلهم في بوست واحد، تمام؟ كلهم تقدرون تضيفونهم في بوست واحد.
فلما انا ادخل على البوست مالك واقعد اقرا البوست الاول وادور حرك على اليسار، اقرا البوست الثاني حرك على اليسار، اقرا البوست الثالث الرابع الخامس التاسع عاشر، قد اخذ 5 إلى 10 دقائق وانا اقرا وافكر واتابع. هذا الوقت محسوب بالخوارزمية مالت الانستغرام اني انا طولت عند هذا المنشور، اذا انا حبيت واهتميت في هذا المنشور. فالخوارزمية تفهم ان منشورك مطلوب فتقوم تدعمه وتطلعه بالاكسبلور عشان الناس يشوفونه. واضحة الفكرة؟ فهمتوها مضبوط؟ هذا هو الكاروسيل. طيب استفسار، شلون انا اصمم هذا الكاروسيل؟ هذا الكاروسيل طبعا نفس الموضوع، ندخل على كانفا نفس الطريقة ونروح على خلي وين راح، نروح على اختيار القياس، تمام، نروح على اختيار القياس ونختار القياس 1000 ونحط مخصص، يمكن هو ما يعطيك القياس هذا ما راح تحصله. ننزل لي تحت، ننزل لي تحت ونكتب تخصيص الحجم هنا، نضغط عليها ونكتب العرض 1350 بكسل، تمام. هذا احنا الحين صممنا اخذنا القياس المضبوط. كاروسيل شلون انا اصممه؟ عندك طريقتين. الطريقه الاولى انت ترتب وتحط وتسوي صور على حسب تفكيرك وعلى حسب ذوقك وفنك، ما يحتاج مهاره، انت تقدر ترتب. او تجي على القوالب، شوفوها كهي قدامكم، وتكتب هني بالانجلش كاروسيلز، راح تطلع لك قوالب كثيرة. هذه مثلا عندك هذه 1 2، تمام. أنا ليش طلع لي 1 بس، المفروض أكثر. أيوة يا هذه، شوفوا هذه كاروسيلز يطلع لكم، شوفوها كلها نفس الروح، هذه شوفوها نفس الشكل، عندك هذه نفس الشيء نفس الشكل. طبعا هذه هني حاطك البرو، هذه اللي مدفوعة الثمن، واللي مو مدفوعة الثمن الفري بس يقدر يستخدمها، اما اللي حاط اشتراك يقدر يستخدمها. ذولي انا ما عندي مشكلة، عندي الاشتراك موجود. فهذه الصور كلها نقدر نعدل عليها صورة صورة، ونقدر نحطهم ونضيفهم بعد ما نكملهم، نحفظهم ونروح ننزلهم بالانستغرام. هذا هو الكاروسيل. وعلشان اعطيكم شرح تفصيل الممل كيف انت تصنع الكاروسيل، انا اطلقت نسخه كتاب اللي هو زياده اسرار وصايا في الانستغرام لزياده الانتشار. هذا الكتاب مجاني، موجود في حسابي في الانستغرام، والدكتور راح يرسل لكم او يمكن ارسل لكم جميع التواصل. اخر رابط تدخل عليه راح تلقى الكتاب هذا، اخذ عليك بالعافيه مجانا. هذا الكتاب حاط لك شرح كامل تقريبا نص ساعة كاملة بالفيديو، اشرح لك شلون انت تصمم هذا الكاروسيل. ان شاء الله بعد هذا الفيديو اللي انتم تشوفونه وبعد الورشة اليوم كلكم عرفتوا شنو الكاروسيل، شنو تأثيرها، شنو فائدتها. يعني اي شخص يمر عندكم الحين ويجيكم ويقول لكم ترى هذا تشوفونه وتشوفون حسابه حلو وتقلبونه، هذا اسمه كاروسيل. هذا الشخص قاعد يكلم الخوارزمية مالت الانستغرام ويقول لها تعالي ادعميني وادفعيني وساعديني، تمام. هذا فيما يخص التصميم. هذه النقطة واضحة لحد هنا؟ إذا في أي سؤال نخلي الحين الدكتور الأسئلة، ولا نخليها بعدين آخر الورشة؟ شو تقول؟ لا نخليها أفضل آخر الورشة إن شاء الله. تم على أمرك، حلو. هني خلصنا القسم الأول من الورشة اللي هو شلون تصمم. الحين كيف تنشر بوستك وشنو تحتاج للنشر؟ صدقوني الأغلب الآن سيتفاجأ أنه وين ما يعرف شلون ينشر وشلون يحط، أو في أسرار على الأقل أول مرة يسمع عنها، تمام؟ فالمطلوب منكم مثل ما أنتم متحمسين ما شاء الله ومركزين معاي، أبيكم تركزون أكثر، لأن القادم سر ونحتاج أن نركز عليه أكثر حتى إحنا نستفاد كلنا، مصلحتكم أنتم. الحين انا صممت وحفظت البوست مالي، الصوره مالتي او الكاروسيل مالي، وحطيته عندي موجود، ابي انزل الانستغرام. اروح على الانستغرام، اضغط الزائد واختار بوست وادوس البوست، صح، حط طلعت الصوره عندي. قدام الصوره يعطيني يبيني اكتب كتابه، او اللي هي تصير الكلام اللي يصير تحت الصوره. هذه الكتابه اللي تحت الصوره اسمها كابشن. شو اسمها؟ كابشن. هذا الكابشن له بعض الأسرار احنا لازم نفهمها، له بعض الأسرار احنا لازم نفهمها. الكابشن هذا
اولا لازم يكون كلام مترتب حلو وجميل وفي ايموجي، مترتب وفي ايموجي، احط القلب، احط المبتسم، احط الورده اللي يناسب كلامك. تمام، ارتب الكلام، اكتبه كتابه وارتبه واحط في ايموجي. حلو، الانستغرام كلنا عارفين لو انا بكتب الانستغرام واحط الكلام راح يحصر لي كله ويا بعض وما راح يرتب لي، يعني لو احط مثلا سطر 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 فاضي، سطر 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 فاضي، لا الانستغرام ما راح يسمح لي، راح احطهم كلهم ورا بعض. تمام، فهذه مشكله، انا شلون احلها؟ انت يا فتاح قاعد تقول رتب الكلام والانستغرام ما يسمح لي. الحل بسيط، ننزل هذا التطبيق اللي اسمه فلوجد، هذا هو، هذه علامته شايفينه قدامكم، فلوجد، تطبيق يتيح لك ترتيب الكلام ووضع الملصقات في الكابشن. كل اللي عليك تنزل هذا التطبيق، سجلوا اسمه، صوروا الشاشه، نزلوا بتليفوناتكم، التطبيق مجاني 100%. اول ما تفتح التطبيق راح يعطيك شاشه بيضاء، اكتب اكتب، رتب، عدل، حط الكلام اللي تبي، حط الكلام اللي تبي، كل اكتبه كله كامل. تمام، بعدها عطى كوبي، بس تعطي كوبي هو يحولك على انستغرام، لان انت لازم تربطه باستغرامك، فيحولك على طول على انستغرام. روح نزل الصوره وحط لصق تحت الصوره، راح يطلع لك الكلام بالضبط مثل ما انت كتبته في البرنامج، راح يتنسق ويترتب بالصوره. تمام، حلينا مشكله ترتيب الصور، عفوا ترتيب الكلام والايموجي في هذا التطبيق. خلوني اعلمكم سر في التسويق بعدين ارجع على موضوعي. السر في التسويق، في شيء اسمه تسويق بالقصص، الناس يحبون يسمعون القصص، كلنا احنا نحب نسمع القصص، فحاول تكتب تحت الصورة مالتك، تحت الكابشن، تحت البوست مالك، اكتب قصة. شلون يعني؟ مثلا انت يا معلمة تشرحين عن موضوع معين للأولاد، تمام، اكتبي قصة، قصة صارت لك او قصة انت تخيلينها او قصة انت تعيشينها، بحيث توصلين المعلومة للناس اللي قاعدين يقرون. مثلا انا درست الصف مالي وكان في طالب ممتاز ذكي فهم اللي انا قاعد اقصده، اللي انا قصد كذا كذا كذا، نروي قصه. اذا ملاحظين الدعايات الاعلانيه وخصوصا مواد التنظيف، انا ما ابي اسمي شركات ولكن ركزوا على هذه النقطه، كلهم لما تبدي الدعايه يتكلمون في قصه، القصه هذه فيها مشكله، المشكله حلها عند المسحوق الفلاني. شلون؟ هذه تقول انا ولدي دائما متابع التيك توك ويرقص في التيك توك حتى ما الحق اني اغسل ملابسه وقولته صارت صفرة. قاعد تشرح مشكله، قاعد تسولف قصه، تمام، وبعدين لقيت المسحوق الفلاني صار كله ابيض وقدرت وخليه يستانس. وصلتكم الفكره؟ فكره التسويق بالقصص، احنا كل ما سوقنا في القصص، كل ما كتبنا في القصص، كل ما كان افضل، كل ما كان الناس تسمعنا اكثر. فاحنا نستخدم هذه الحيله، حيلة التسويق بالقصص، في كتابة الكابشن مالنا ونحطه تحت الصورة. تمام، هذه نقطة، قلنا نستخدم نستخدم الإيموجي، نحط القلوب، نحط هذه الأرقام، مثلا 2022 في الزخرفة بالإنستغرام تلقونها بالإيموجي، عندكم إشكال تقدرون تحطونها 2022 باللون الأحمر أو باللون الأزرق الموجودة وتحطونها، شكلوا نوعوا، خلوا المقالة جميلة، المقالة تجذب العين. ليش؟ مو كلها كتابة بالأسود، لا، في ألوان، في قلب، في وردة، في مبتسم، في رجل كبير، عرفتوا الإيموجي؟ هذه كلها نحطها عشان راح نستفاد منها. في شيء ثاني احنا لازم نحطه في الكابشن، عرفنا شنو الكابشن؟ الكابشن هو الكلام اللي تحت صورة، المرفق مع الصورة، الموضوع، الكتابة، لازم يكون في كتابة، لازم تكتبون، لا تكتب كلمة كلمتين وتروح، لا، اكتب قصة، 3 4 5 10 سطر، اكتب، حط لك صورة، اسأل فيها سؤال، وأشر الجواب في الكابشن، واكتب الجواب كله في الكابشن، خلي الناس يتفاعلون مع الكابشن، حط تعليق. تمام؟ في شيء اسمه CTA، Call to Action، أو بالعربي أمر أداء، أي أنك أنت تطلب من متابعينك، من جمهورك، أنهم يؤدون فعل معين في هذا البوست. منو فيكم يعرف هذا الموضوع؟ اللي يعرف خلي يعطيني واحد، خلينا نشوف، صحيح يا شباب؟ ها، تعليقاتكم شات. أيوة، منو اللي يعرف CTA،
ما حد يعرف. إنزين كتبوا لي اثنين، اللي ما يعرف يكتب اثنين، ممتاز. نتعلم يا أم موصل، نتعلم نتعلم، ما علي، احنا اليوم نتعلم، أنا تعلمت وعلمكم وأنتم تعلموني، ما كلنا. ممتاز ممتاز، حلو 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 حلو، راح أركز على هالنقطة هذه علشان كلكم تتعلمونها. ممتاز. شوفوا خواتي وإخواني، CTA هو اختصار Call to Action، استدعاء لأداء أمر معين، تمام؟ شفتوا كثير من الناس، كلكم شفتوا مرت عليكم الحالة بس مو عارفين هذه شنو. في الانستغرام كاتب لك في الصورة ضع لايك، أو اخبرني أنت شنو تجربتك، أو يكتب لك هل كنت تعرف هذا البرنامج من قبل. هذا كله Call to Action، أداء أمر أداء، تمام؟ هذا كله Call to Action. أنا من ساعة استخدمت هذا Call to Action وياكم أنتم، قلت لكم روحوا على الانستغرام بحسابي أو الرابط اللي راح يرسله لكم الدكتور، آخر رابط اضغط عليه راح تلقى الكتاب مالي المجاني. هذا هو Call to Action، أنا عطيتكم مسار تروحون عليه، عطيتكم طريق تروحون عليه، عطيتكم شيء تسوونه، هذا هو Call to Action. فكتبوا، لما أنت تيجي تكتب الكابشن مالك احرص انك تضع Call to Action، CTA اختصارها. ضع امر، اطلب من الناس احفظوا البوست مالك، اطلب من الناس حطوا لي تعليق، اطلب من الناس منشن اصدقائك، اطلب من الناس انا هذه مشكله عندي، شنو انت اللي عندك فكره حلها. افتح مجال ان الناس يعلقون، ان الناس يكتبون، واي شخص يعلق حط له لايك، قلب صغير قدام تعليقه وعلق له انت، وحط حق نفسك لايك. كثرة اللايكات هذه الخوارزمية تدعم البوست، تطلع عليه قدام يجيب لك فلاورز، يجيب لك متابعين. أنا راح أوريكم بوست بعد شوي راح تشوفونه، تمام؟ فكثر ما تقدر حط Call to Action. الحين فهمتوا Call to Action؟ اللي فهم يحط لي واحد. يلا خلوني نشوف التعليقات. ها فهمتوا Call to Action؟ CTA واحد، اللي عرف يكتب لي واحد. ممتاز ممتاز، هلا هاني، ممتاز فاتن، ممتاز ممتاز ممتاز، كريمان ممتاز، كلكم ممتاز، شيماء السبكي ممتاز ممتاز ممتاز، كله ممتاز، شيء حلو جميل، تمام. شيماء احمد، ايمان، حياكم. اوكي احنا عملي، اوكي ثواني اطبق عملي، خلوني افتح لكم الانستغرام دقيقه. ممتاز تمام، انستغرام اوكي، خلوني افتح لكم الحين، انا اوريكم عملي أفضل. أنا أدرك الوقت حتى أسمح لكم. يلا خلينا نفتح هذا الحساب، ما يخالف، هذا حسابي ثاني أنا من زمان تاركة، بس خلوني أوريكم أنا شلون عملي. الحين خلينا نحمل هذه الصورة، هذا مو حسابي الرئيسي أنا، ما يخالف، خلينا نشوف، ندخل هني. الحين أنا بحمل صورة، تمام؟ هذه الصورة أنا بحملها، حلو؟ خليني أعلمكم، طبعاً أنا أحتاج الكابشن هني نيكست، ما عندي البرنامج مال، خلينا نصدر الصورة. لا تهتمون بهذه الأمور لأن كمبيوتر، تمام؟ إحنا نبي التطبيق على التليفون، الكمبيوتر راح يعطيني هني الكلام، هذا الكابشن، بهذا الكلام المكان إحنا نكتب الكابشن، تمام؟ هذا المكان اسمه كابشن. هني نكتب مثلا انشر بوستك واجمع فلاورزك، مثلا كمثال انا عرفت السر في جلب وجذب المتابعين، متابعين كمثال متابعين لحسابي، والسر هو انا، والسر هو، حط نقاط مثلا، طبعا لما نكتبه بفلقت راح يعطينا مترتب متنسق وكله مضبوط، والسر هو، اكتب سر او ما تبي تكتب سر، هني يجيك الكول تو اكشن. اذا كنت مستعد لتعرف السر ضع تعليقك بنعم تحت المنشور حتى اعلمك السر في المنشور القادم. هذا اسمه Call to Action، حطيت سر، حفزت الناس، علمتهم، علقتهم، وقفت،
تمام؟ إنزين شنو المقابل؟ أنا بعرف المعلومة اللي عندك، حط نعم أو حط علمني، فقوم أكتب علمني. فلما أنا أكتب وفلان يكتب فلان يكتب فلان يكتب، أنا أعطيتهم call to action بهالطريقة هذه. شنو صار معهم؟ صار يلا تعال ويلا أنت نفذ أمر معين علشان أنا أعلمك. صار تفاعل في هذا البوست، صار تفاعل في الحساب، زاد معدل التفاعل عندك. فإذا زاد معدل التفاعل عندك كل ما زاد، كل ما الخوارزمية تدعمك بزيادة وترشحك حق الناس بزيادة. إذا رشحتك حق الناس بزيادة، جولك المتابعين بزيادة. واضحة؟ تعليقاتكم واضحة؟ النقطة واحد، اكتبوا لي واحد. واضحة؟ call to action واضح؟ أوكي. بعد جالكسي ممتاز. أيوة فاتن واضحة؟ طبعا هذا مثال، وأنتوا على حسب شغلكم تحطون نفس الفكرة، يعني تستخدمون الطريقة بما يناسب شغلكم. وجزاك الجنة يا رب أماني. ممتاز. الحين كله أوكي هذا؟ انتبهوا علي بمناسبة أني أنا فاتح الانستغرام على الكمبيوتر، راح أعلمكم على شيء، راح أعلمكم على سر الأمانة توطر علي. يعني أنا ما كنت مقررة من ضمن ورشتي، لأن ورشتي خط معين، فخلوني أعلمكم على سر. السر هذا طبقوه فقط في الكمبيوتر أو اللابتوب، لا تطبق في التليفون، لا يمكن تطبيقها في التليفون هذه الطريقة. عندك كمبيوتر، افتح حسابك الانستغرام من الكمبيوتر، بعدين روح على ملفك الشخصي، تمام؟ روح على بروفايل مالك، حلو؟ وياي خطوة خطوة. افتح حسابك، روح على البروفايل مالك، بعدين روح على edit بروفايل، حلو؟ لما تي على edit بروفايل وياي، افتح حسابك، عيد الخطوات عشان تركزون عليها. افتح حسابك من الكمبيوتر أو اللابتوب، لا تفتحه من التليفون، ما راح تشوف هذا الشيء بالتليفون. ادخل على ملفك واضغط على edit بروفايل أو إعدادات الملف، وانزل لي تحت راح تشوف similar account suggestion، هذا الخيار الأخير هذا شفتوه، حطوا عليه صح، حط عليه صح، هذا الخيار اختاره، حط عليه صح. ليش؟ هذا الخيار يقول لك رشحني للناس اللي نفس محتواي، رشحني للناس اللي يبحثون عني، رشحني للناس اللي يبون ما عندي. فهذا راح يجيب لك ناس مهتمين بما عندك، مو أنت مدرس ويجيب لك واحد يلعب كرة قدم، لا، راح يجيب لك مدرس مثلك، فراح تشوف يطلع الأشخاص عندك. كلكم تسوون هذه الحركة وتضيفونها وتحطونها. فهمتوها؟ واضحة هذه الخطوة؟ عطوني واحد، عطوني واحد، واحد واحد، يلا واحد. فهمتوها النقطة هذه؟ فهمتوا التركاية؟ فهمتوا الحركة هذه؟ ها بس أحمد أبي واحد بسرعة، يلا بسرعة، أنا بنلحق على المحاضرة بسرعة، قدامنا ربع ساعة بس. تمام، هالوحدات تغني عن الكل. حلو، خلونا نكمل محاضرتنا. بعدنا في الكابشن يا أخواني. لما أكتب الكابشن وأكتب القصة وأكتب call to action وحط الإيموجي، لازم أستخدم الهاشتاج، لازم أستخدم الهاشتاج. الهاشتاج اللي هو الزائد، تمام، اللي نكتب فيه مثلا كلمات مفتاحية تدلل على عملنا. مثلا أنت عندك منتج طبي كمثال، تمام، لما تخلص تحط هاشتاجات كلمات مفتاحية، مثلا أجهزة طبية، معدات طبية، جهاز طبي، سرير طبي، علاج، مرهم، مكملات علاجية. هذه المفاتيح أو هذه الكلمات المفتاحية أنت لازم تجيبها. من وين تجيبها؟ تجيبها من هذا الموقع هاشتاج ستاك. سجلوه أو حفظوا الشاشة، سجلوه أو حفظوا الشاشة أو صوروا الشاشة. هذا الموقع هذا شكله، The Most Advanced Hashtag Generator. هذا الموقع تكتب هني أنت الكلمة المفتاحية اللي تبيها وتعطيه أوكي، راح يعطيك مفاتيح كثيرة. إحنا نحتاج أقل شيء هاشتاج من 3 إلى 30، الانستغرام يسمح لنا عشان يقرأ من 3 إلى 30. إذا فوق 30 ممكن يقول لك لا أوقف، عندك هاشتاجات كثيرة أمسح. إذا 1 أو 2 ما راح يطالع لك، ما راح يلتفت عليك، لأن هاشتاجاتك قليلة. الهاشتاجات هذه هي كلمات مفتاحية نحتاجها، نحطها علشان شو تسوي لنا؟
تزيد من كلمات البحث، تزيد من الناس. مثلا انت كمثال، انت معلم وتعطي دروس في الباوربوينت او شروحات عندك الصف الرابع ابتدائي كمثال، عندك الشروحات باوربوينت، او انت تسوي بطاقات دعوه للورش للمعلمين والمعلمات، فهني تكتب بطاقه دعوه وتكتب كلمه ورش، راح تطلع لك كلمات مفتاحيه كثيره تخص هذا الموضوع، فتقوم تحطها تحت الكابشن. بس تحطها تحت الكابشن، احنا في الحاله هذه خلاص سكرنا البوست، نعطي ارسال ونرسل البوست. بهذه الطريقة صار البوست كامل 100% ومتناسق ومضبوط، وعليكم بالعافية يجيب لكم متابعين. لحد هني الأمور تمام، كلها فاهمينه؟ ممتاز ممتاز ممتاز. آخر نقطة، آخر سر، خلوني أعلمكم عليه وندرك الوقت. آخر سر ونقطة مهمة وركزوا فيها معاي عدل، احنا اطلقنا البوست مالنا وانطلق وانفتح على الانستغرام وموجود في الانستغرام، تمام؟ نروح على البوست مالنا، هذا البوست مثلا مالي انا، نحط عليه، ندوس على ثلاث نقاط. هذه الخطوه الاولى، ندوس هنا على البوست، البوست نفسه اللي احنا نزلناه راح يطلع لنا ثلاث نقاط، ندوس عليها. بعدها راح تطلع لنا هذه القائمه، ندوس على ايديت، تمام؟ بعدها راح يطلع لنا هنا ALT text، هذه شوفوها edit ALT text، هذه نضغط عليها راح تفتح لنا الصورة الأخيرة، راح يفتح لنا خانة ما حد يشوف هذا الكلام، بس أنت اللي تشوفه صاحب الحساب، هذا الكلام ما حد يشوفه بس أنت اللي تشوفه صاحب الحساب. هذا الشيء اسمه SEO أو Search SEO Engine، يا عبدالله مش ترجم SEO، نسيت المصطلح مالها، Search Engine Optimization، اللي هو المحركات البحث مال جوجل مال انستغرام مال اي محرك بحث يفهم هذه الصوره شنو. فانت لما تيجي تحط الصوره مالتك تكتب وصف الصوره، وصف الصوره، انا هني كاتب تابعني لتتعلم التسويق والتصميم والربح من الانترنت، كتبت الكلام هذا كتبته هني، فمحركات البحث تمام راح تفهم هذه الصوره شنو مضمونها. فاي شخص يدخل جوجل يكتب راح تطلع له من الصور الاوائل، ليش؟ لأن كاتبين وصف الصورة. بالمناسبة هذه الصورة فيها call to action واضح، تابعني لتتعلم، معطيك أمر، فأي شخص يدخل يشوفها. هذه الصورة حصدت لي متابعين الحمد لله كثير جدا، ولا زالت الناس قاعدين يشوفونها وقاعدين يدخلون علي. صورة أنا واقف شخصية، يعني بشخصيتي معينة، سويتها كتصميم انا طالع برا الخلفيه برا البوست، لو تشوفونها بحسابي انا كاني طالع برا البوست برا الانستغرام واقول لك تابعني حتى تتعلم كذا 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 كذا. فهذه الصوره جابت لي متابعين كثير، ليش؟ لاني طبقت كل اللي شرحت لكم بهذه الصوره، وشغال طبعا بالصور الباجيه بعد نفس الشيء بحسابي، فاذا قدرت اني احصد متابعين. لهني نقول لكم شكرا من القلب كل اللي وصلوا وتابعوني ودخلوا وكلموني وتفاعلوا معاي وزدتوني شرف، ويزيدني شرف اذا انتم تابعتوني على كل منصات التواصل، راح يرسلها لكم الدكتور الله يجزاه خير او فتاح الراشد، كل منصات التواصل اسمي موحد، اكتب بس هذا الاسم راح اطلع لك انا بشكلي وبصورتي، ما تضيع، تابعني وخذ الكتاب المجاني من حسابي، تلقاه في كل المنصات موجود الرابط، ادخل وخذ كتابك، كتابي عليك ألف عافية، الله يعافيكم. وأنا هني أقول تم الكلام وربنا محمود والحمد لله رب العالمين، خلصت درسي وخلصت ورشتي، الله يسلمكم، شكرا على الثناءات الحلوة هذه، ما تميزي إلا من حسن استماعكم. أي سؤال عندكم أنا حاضر، لأن عندي بس 10 دقائق وأنهي المحاضرة، نلتزم بوقت الدكتور، لابد له الشكر الجزيل طبعا والاحترام والتقدير اللي اتاح لي هذه الفرصه، الله يعافيكم يا رب ويزيكم الجنه. شكرا يا دكتور، اتحت لنا هذه الفرصه الجميله اني انا القي او اعلم الناس او ادلي الناس الخير او اشرح لهم شيء، وان شاء الله هذه ما تكون اول مره واخر مره. عفوا لكم. بامانه شكرا شكرا لك استاذ فتاح الراشد، بامان مهندس فتاح ابدعتني، الله يسلمك يا رب. تركات كده يعني ما فيش حد بيديها غير الشخص اللي ايه واثق فعلا ان هي تجيب. وكمان شرح مبسط، وفعلا كل المتابعين لاحظوا الجانب ده، لانك فعلا اديت اهداف
حددت الأهداف، والأهداف سهلة وبسيطة وأي حد يقدر إن هو يعملها بدون أي مشكلة من المشاكل. هدفنا ان نبسط الموضوع، نوصله للناس، نخدم الناس. شكرا، شكرا من القلب لعرضك المميز، الله يسلمك. وشهادة شكر وتقدير مننا ليك. بس أنا عندي في مشكلة في الواتساب، أوه. فكنت أعرضها ليك، وكمان درع طور نفسك للمبدعين، لأنك فعلا مبدع ومتميز. تسلم إن شاء الله تسلم هبعتها لك على الخاص وانشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. شرف لي هذا يا دكتور، تسلم لي، الله يجزاك خير. تسلم 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 يا رب. بالنسبة للمتابعين، ولو في أي سؤال ممكن نستأذن حضرتك، بس في أسئلة، اللي حابب سؤال أو إنه حابب إن هو يسأل المهندس فتاح يا ريت بس يرفع اليد عشان نشوف. وجزاكم إحنا يا الله. قدامنا، إحنا قدامنا بالظبط 10 دقايق نعم. ونختم بإذن الله، وأقل من 10 دقايق.